الانطلاق نتابع التحدي. هنا نتابع وليف على الصدارة وعلى المركز الأول، أحمد بن سالم بن سعيد الدرعي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول، شاهين في المركز الثاني، محمد بن سالم خليفة برويس لقتيبي، والمركز الثالث الشرق الأوسط محمد بن عيسى بن خميس بن شلبوت لخيلي من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع، المركز الرابع هنا ياتينا باتريوت محمد بن سالم الدهيمي العامري من ينطلق مع باتريوت على المركز الرابع. وفي المركز الخامس صياد حمدان بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي من ينطلق خامسا. وفي المركز السادس شاهين مسلم بن سعيد بن علي بن وحير الدرعي من ينطلق على المركز السادس. وفي المركز السابع وصل بالخيار هنا في هذه اللحظات مع شاهين سالم بن علي بن حمد بالخيار الشامسي من ياتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مسلم بن كميد بالذويب العامري. وفي المركز التاسع مكرم هنا للسيد مايد بن سعيد بن عامر بن نعفوس المنصوري. وفي المركز العاشر المنطلق هنا مشوش عوض بن سعيد بن سويد بن اكتبي من ياتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي، المنطلقة بالإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نعود هنا إلى الانطلاق، نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول. هنا وليف المنطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، أحمد بن سالم بن سعيد الدرعي من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثاني الشرق الأوسط هنا لمحمد بن عيسى بن خميس بن شلبود الخيلي المنطلق على المركز الثاني. وفي المركز الثالث ياهين محمد بن سالم بن خليفة برويس لقتبي من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع باتريوت محمد بن سالم بن دهيمي العامري على المركز الرابع. هذا الانطلاق الجميل. المركز الخامس الصياد على المركز الخامس، حمدان بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي من ياتينا على المركز الخامس. وفي المركز السادس شاهين هنا لمسلم بن سعيد بن علي بن وحير الدرعي المنطلق بهذا التحدي الجميل. سادسا المركز السابع ياتي شاهين سالم بن علي بن حمد بن الخيار الشامسي من ياتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مشوش عوض بن سعيد بن سويلم لقتبي. المركز التاسع ملبي مسلم بن كميد بن ذويب العامري. ومكرم في المركز العاشر مايد بن سعيد بن عامر بن دعفوس المنصوري من ياتينا على عاشر المراكز. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى المنطلقة بالتحدي وبالإثارة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة. وباتريوت انطلق على الصدارة، انطلق على المقدمة على المركز الأول. باتريوت هنا من ينطلق بهذا الأداء لمحمد بن سالم بالدهيمي العامري من انطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. الشرق الأوسط في المركز الثاني محمد بن عيسى بن خميس بن شلبود لخيلي. ويأتينا هناك هذا الانطلاق وليف أحمد بن سالم بن سعيد الدرعي. وهنا صياد الصياد الصياد حمدان بن حميد بن سلطان بن كديدة الفلاسي المنطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس ياهيص هنا شاهين محمد بن سالم خليفة برويس لقتبي على خامس المراكز. وباللوحير قادم مع شاهين مسلم بن سعيد بن علي بن وحير الدرعي من ياتينا سادسا. المركز السابع
المركز السابع مشوش عوض بن سعيد بن سويلم من اكتبي، المركز الثامن شاهين سالم بن علي بن حمد بن خيار الشامسي، وهناك المنطلق ملبي مسلم بن قمير بن ذويب العامري، ومكرم مايد بن سعيد بن عمرو بن نفوس المنصوري. عاشرا هذه هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير، كيلو التحدي هنا في هذا الأداء المميز الجميل والتحدي والإثارة. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول. الشرق الأوسط من غير على الصدارة، الشرق الأوسط من غير هنا لمحمد بن عيسى بن خميس بن تلبود لخيلي من انطلق على الصدارة، على المقدمة، على المركز الأول، سيطر على زمام الأمور، هو على الصدارة. يا سلام، التحديات جميلة. الله 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 الله، مع الإنتاج والمنتجين. هناك وليف أحمد بن سالم بن سعيد الدرع، ومن الجانب الآخر هنوك الله الله الله، يأتينا باتريوت محمد بن سالم الدهيمي العامري، ووصل شاهين، وصل شاهين. السلام يا بالخيار، هنا سالم بن علي بن حمد بالخيار الشامسي من انطلق بشاهين. هنا في هذه الانطلاقة الجميلة فاجأنا من المركز السابع إلى المركز الأول، ينطلق بصدارة سلام زاخر، سلام سلام زاخر سلام، أو هناك عفوا مزيد، سلام مزيد سلام بمدينة العين. تهانينا لأهالي مزيد على هذا الأداء الجميل، تهانينا على فوز شاهين. سالم بن علي بن حمد بن خيار الشامسي المركز الثاني، باتريوت محمد بن سالم بن هيم العامري المركز الثالث، شاهين مسلم بن سعيد بن علي بن وحير الدرع المركز الرابع، الشرق الأوسط محمد بن عيسى بن خميس بن جلبود الخيالي، وشاهين مسلم بن سعيد بن أو هناك يأتينا شاهين أيضا لأحمد بن سالم بن سعيد الدرعي مع وليف على المركز الخامس وسادسا. هناك صياد حمدان بن حميد بن سلطان بالكديدة، ونعود إلى التوقيت الزمني هنا مع أيضا شاهين. شكرا يا بالخيار، وفي هذا الأداء المميز الجميل سالم بن علي بن حمد بالخيار الشامسي، 7:54 أربعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا والناموس. المركز الثاني باتريوت محمد بن سالم بالدهيمي العامري من أتى على المركز الثاني، 7:54 تسعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. أما المركز الثالث مشاهدينا ومتابعينا الكرام، كان هناك الانطلاق من شاهين مسلم بن سعيد بن علي بن وحير الدرعي، 7:56 وفاء وتماما وكمالا توقيت الزمني. تهانينا والناموس. انطلاقة شوط الختام تمت مشاهدينا الكرام هنا على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحديات والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتابع معكم هنا الانطلاق مخوف من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل.